المحاضرة السابقة حكينا تقريبا على التعريف مال الباثولوجي وبعدين علاقة الباثولوجي بالميديكال ابلكيشن ميديكال او كلينيكال ابلكيشن اوف باثولوجي الميديسن بالهوسبيتالز بالعيادات كان واضح تقريبا ان شاء الله طبعا واهميته وجمالية الباثولوجي يعني الباثولوجي ما قلت انه باثولوجي هو علم الامراض علم الامراض يعني هو اللي يدرس ال يعني study of the disease ياخذ من جميع نواحي قلنا ناخذ من etiology the cause وال consequences results مالته يعني يعطينا signs and symptoms وش هذا دي بعدين يعطينا prognosis ويعطينا way to treat يعني يعطينا hints على أنه how to treat لأن من يعطينا معلومات كاملة عن هذا وال بس احنا عرفنا هذا التعريف وعرفنا شنو العلاقة بيه بالطب بالمديسن بنسموه دواء يعني الطب هاي مقدمة اليوم نبتدي بالباثولوجي أول محاضرة باثولوجي إذا كان الباثولوجي is the science of studying the disease but it wasn't the disease هو هذا الباثولوجي نعرف شنو هو الدزيز ومين يجي للدزيز studying the disease هو الباثولوجي الديزيز علي من يصير هاي كنت تبوني باباتي إذا اكتبتوا هذا الحشي يصير الامتحانات كل سهلة وتطبيق المعلومات كل سهل ديزيز علي من يجي على الحائط هيومن على الصمونة تاكلها لو على العنبة طايح حظها إيه إذن وين علي من يصير على السيل على السيل فإذا نقول ديزيز لازم نفكر بالسيل بعدين نفكر بالكوز عندنا representative unit of life هو شنو السالفة؟ وإذا عرفنا أنه البريزنت هاي عثورة ما نقدر شوية شيء لا 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 بتبحر شوي بتقوى بسترة فإذا الباثولوجي is the study of the disease. The disease is a problem with the life. واللايف representative بارتها منه السال. السال is a complete unit. في أي مكان تروح السيل is complete. العين، الخشم، الإذن، البطن، الستمك، الباور، كل شيء. بها سيل ممبرين سياج، منطقة خضراء. سياج داخل بلاوي كلها بالداخل، والسياج يحيط بها يحميها. شنو السياج هذا؟ It's a very smart, very clever, very complicated, very responsive. Very important, responsible for protection and regulation of what's going on inside the cell. Sorry, هذا حشاش بحشين ما موجود بالمحاضرة. لأن إذا نأخذ المحاضرات على المطلوب فراح تكتبوها. لا تكتبون هذا الحشي. هسه لحد يعني واضح؟ واضح. حرم آمن داخل السام. في نيوكليس حكومة شلون حكومة؟ نعم حكومة صدق بي نيوكليس حكومة بي دي ان اي والار ان اي عقود تفاصيل وكل حركة تصير بالحياة بالسيلز الباقية هو اصلا شنو الدي ان اي والجينات اللي احنا نستلمها من الفرتلايز اوفر فرتلايز اوفر اللي هي اول سيل هي توتي بوتنشال توتي يعني توتال يعني كل شيء بتاع كله قلت المصري بوتنشال يعني امكانيه يعني توتي بوتنشال عندها امكانيه ان تولد اي شيء بيضه من المريه حيمن من الرجل اسبام وذ ان اوفم فرتلايز ذاتس ات هذه توتي بوتنشال يعني it has all the potentiality to produce any type of cell. طبعاً من هاي الفرتلايز أوفر راح يطلع الشعر، بيطلع الجلد، تطلع العين، بيطلع الخشم، ويطلع كل ما تعرفون من ما موجود بالجسم الحي. Totipotential. هاي totipotential cells تنقسم
والضغط ينقسم الى اثنين وثلاثه واربعه ايام توصل الى عدد معين تبدي تتغير تبقى بوتنشال الكرش عالي لكن شويه تجيب اختصاص تصير مالتي بوتنشال مو توتي بوتنشال. التوتي بوتنشال تنقسم الى اثنين توتي بوتنشال الثنيه اللي انقسمت الى اربعه يعني اثنين باثنين صارت اربعه كل وحده صارت مو توتي بوتنشال لكن مالتي بوتنشال. شنو مالتي بوتنشال؟ مسؤول عن توليد البون مارو. بون مارو مو سيال وحده بون مارو بلاوي كل هاي البلاوي مسؤول عنها هاي السيال لكن ما تقدر تسوي عين مالتي بوتنشال نعم لكن نوت توتي بوتنشال اول وحده توتي بوتنشال تولد كل شيء اللاخ تسوي الليفر وتسوي الجاسترو تستر تراكت بناء يعني جاسترو تستر تراكت تشمل الباول تشمل البنكرياس وتشمل الليفر وتشمل all these organs هذه مالتي بوتنشال لكن ما تقدر تسوي عين العين والجهاز العصبي نيورو النيرفس سيستم الى مالتي بوتنشال سيلز تولد كل انواع السمباثيك والباراسمباثيك والسوماتيك و و و مثل ما اخذتوها بالفيزيولوجي اخذتوها بالفيزيولوجي ولا لا؟ اي بالاسلام هو شقه شقه ان تحصل سمباثيك والسمباثيك والباراسمباثيك فالدقة في الأكشن فالتضارب والتناقض بالأكشن اللي يبدك موازنة يعني هذا يشتغل عكس هذا حتى يوازن يعني شنو مثلاً السيمباثيك سيستم هو فايت أوف لايت يعني سيستم أوف إمرجنسي واحد بين يقع في موقف هارد يو فايت تقاوم اللي جاك أو تنهزم واثنين اللي يحتاج السيمباثيك سيستم عكس شنو الباراسيمباثيك شنو الباراسيمباثيك إذا هذا fight or flight sympathetic الباراسيمباثيك the decreasing of the heart rate لا 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 مثلها fight or flight ذا كان إلها بالعبارة من يعرف relaxation شنو relaxation لا هي relaxation بس بدي أقول لك شلون هاي fight or flight الباراسيمباثيك rest صراحة يعني الجسد ريست اند ذا جسد وشبهوها لا ضحك طبعا حكي مو انا اقول الكتب الطبيه تقول او الفيزيولوجي يقول لا 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 سمعها من عندي وطز بالما سمعك بها يعني ما علي بالما سمعك بها اوكي اسمعها ريست اند ذا جسد عندها جسد يعني ارتاح وهضم يعني اللي ياكل باراسمباثيك لذلك الباراسمباثيك الفيجاس نيرف اثنين الفيجا كلها جاسترونتستينال تراكت سمباثيك قصدي السبلانكنيك نيرف كلها باراسمباثيك يتشبهوها الواحد قاعد على اللابتوري لابتوري شنو يعني؟ المكتب مقعد يعني هذا الغربي ودي يقرا ودي ياكل يلوج هذا كل العمل كله هذا شنو؟ كله باراسمباثيك ليش؟ يقرا لازم يصير عيونه وسيعه الدايتيشن اوف ذا بيوبل باراسمباثيك خروجه يطلع براس البلدي زين يلوج براس البلدي يضحك براس البلدي لكن يبكي سبحانه اوكي هذا الحكي كله والدقه والش اسمه لها علاقه بمن؟ بالمالتي بوتنشال سيلز اللي مسؤول عن صناعه النيرفس سيستم مسؤول عن السوماتيك السوماتيك ما لها علاقه لا بالسبارتك ولا سبارتك لها علاقه بالسكلتر مصر عضلات اكو مشاكل هسه شكل انت الرفلكشن مالتك بناء على كم شاي كم شمات سوماتيك لكن احمرار وجهك وهذا تقول لك ابا اذيك تستعد لها لكن اذا هبيت لك باراسمباثيك راح يسوي ريلاكسيشن وتلف راسك قدام اوكي هذا الحكي كله فاذا الديزيز ممكن يكون متنوع اذا هي السيارة الوحده توتي بوتنشال والتوتي بوتنشال تعطي مالتي بوتنشال والمالتي بوتنشال تعطي باي بوتنشال ومونو بوتنشال وتراي بوتنشال حسب النوعيه اذا الديزيز تو بي برودوس او تو هابن او تو اكا شنو انه يضرب اما التوتي بوتنشال ولا يعني لا ينهي موته او يضرب المالتي بوتنشال يدمر ذاك السيستم او يضرب المونو بوتنشال يضرب او يضرب الجزء من المونو يعني مثلا يجي على الليفر بس الليفر اوكي والباقي هاي استفدتوها والله
عرفنا شنو الديزيز وين يدور عليها يدور على السر بيت دوتي ما تنشر الى اخر سيارة واحدة. ليش هي شغلة اخرى؟ انه السيارة هذا السيستم اللي هو الريبريزنتيف اوف افري اورجن هو عبارة عن قلنا الممبرين يعني شيلد وفنس فنس يعني شنو الجدار هذا قلنا سمارت وكليفر وبروتكتيف وريجوليتر ليش؟ لأن هو دبل لاير هاي أول واحدة هاي بروتكشن ثانيا بي جيتس بوابات وبعدين مو بس بوابات البوابات ديجيتال اذا ما تطبب الكارت مالتك وتعطي اشاره انه انت فلان ما يفتح لك الباب وياي ما يفتح الباب الباب تنفتح ان يطرقها الطارق بالمفتاح يطب الصحيح اكثر المفاتيح اللي تفتح الجيتس لا تعد ولا تحصى بالسال مبرين اي مبرين اي سال هذا اللي يفتح الباب هو اما هرمون او انزيم هرمون او انزيم يفتح الباب ليش لان الوظائف الداخليه الميتابوليزم داخل السيل تحتاج ان يدخل هذا المسموح له بالدخول يعني مثال كلش حلو هو داء السكري طبعا هو مو داء السكري بس هو الحقيقه مو داء السكري وانما داء البول السكري يعني ابو السكري بول شكر لذلك يسحب مي هواي لذلك عنده بوليوريا يعني كثرة بول يعطش لأنه يفقد الإدرار هواية ويجوع لأنه يفقد ال ويأكل ويشمن يفقد الجلوكوز بالطاقة هذا الخربطة اللي صارت والجلوكوز صار بهالشكل ليش؟ لأن الإنسولين هو المفتاح مال ذاك الجيت اللي يدخل الجلوكوز إلى داخل السيل حتى الجلوكوز اللي هو سكر الدم ما يدخل للدم غير الجلوكوز كل الكربوهيدرات تتحول الى جلوكوز لا يشتغل سكر الدم يدخل هذا الجلوكوز لازم يدخل داخل السيل حتى يروح بعدين الى داخل الميتوكوندريا حتى يولد لنا الاي تي بي اللي هو الطاقه الاي تي بي هو البنزين مو البنزين الحقيقه هو الكهرباء والجلوكوز هو شو يسموه الزيت هذا اللي يجيبه سياره المولدات شو يسموه دهن هو الدهن هذا الدهن اللي خدوه بالمولدة هو الجلوكوز لكن التوليد الكهرباء هو الـ ATP احنا بدون ATP ما كل شيء وياي منو سوى الـ ATP سوى الـ ATP الجلوكوز شلون سوى الـ ATP فتحت الباب منو فتح الباب الانسولين الانسولين شنو هرمون شلون فتح الباب اجى على الريسبتر مالته على الانسولين ريسبتر فتح الباب فتح غير ما ينفتح اي هرمون اخر ما يفتحه واي شيء اخر ما يفتحه الا الانسولين يفتح الجيت مال الجلوكوز الجلوكوز يدخل داخل السير ويروح الى الميتوكوندريا ويحولها الى شنو اي تي بي فاذا البلاوي ممكن تكون وين ممكن تكون بالانسولين يعني هو ما بيحط مثلوم راس المفتاح لو مكسور لو فاكس لو ماكو نهائيا مضيعين المفتاح انسولين ماكو اذا كان تايب 1 دايابيتس بس انسولين ماكو مفتاح ماكو او انسولين كوما مفاتيح وكلهم ما يرمون كلها انسولين تقرا نسخ ولا واحد بيد لانه خطا بالتسبه او هو نفس القفل بخلل الانسولين كل شيء ما بي لكن الجيت بخلل هاي كلها امراض هاي كلها ديزيز هاي من يراوين اياها والسبب وين باثولوجي ماذا الباثولوجي يبدا من هذا الجسم الجنبي اذا طفينا جوا راح نبدا بلاوي اخرى راح نبدي عندنا اندوبلازميك ريتيكولم وراح نبدي نلقي رايبوسومز وراح نلقي وراح نلقي كل بلاوي سايتوبلازم سايتوسومز حتى ذات كل الرياكشنز المهمه حتى تولد لنا الطاقه الرئيسيه اللي هي اي تي بي هي وين؟ بالميتوكوندريا هسه لحد الان واضح الحكي؟ واضح عنده واحد عنده سؤال؟ إذا اليوم الموضوع مالتنا عنوانه هسه راح تفتح مو راسك بس اقول عنوانه اول مره لو بعطيكم عنوانه يمكن ما تفتحون بالضبط يسموه سيل دامج هو الباثولوجي سيل دامج او سيل انجري نفس المعنى سيل انجري بين قوسين سيل دامج فعرفنا شنو سيل دامج اوكي نجي على نقطه اخرى
هاي السال اللي هي قلنا represented for all the body شلون تولد لنا الـ ATP وشلون الهدف من عندها شنو؟ الهدف من عندها تولد الـ ATP حتى الشغل كل الـ organs الـ ATP قلنا هو البنزين ماكو شيء شنو الكهرباء قصدي شنو ليش أنا قلت الكهرباء وتخصص أقول الكهرباء لأن الكهرباء يشغل لك التدفئة الكهرباء يشغل لك النور ونفس الكهرباء نفس الواير لكن تخليه على الجلوب يشتغل الجلوب تخليه على الاير كونديشن يعطيك تبريد تخليه على التروب يعطيك حراره مو تخليه على ذلك مثلك اوكي فهذا الكهرباء اذا احنا هو الكهرباء من يتولد بالميتوكوندريا يشغل جهاز حسب نوع الشغل مالته ونفس الكهرباء هاي العمليه احنا اللي نسميه الكهرباء الاي تي بي يدخل هو شنو مسؤول عن كل الرياكشنز اللي يصير بالليفر واللي يصير بالدستن بالابسوربشن يعني مسؤول الـ ATP عن الابسوربشن مسؤول عن الديجستشن ومسؤول عن الووكينج ومسؤول عن الثينكينج ومسؤول 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 عن كل حركاتنا ونشاطاتنا هذه شنو؟ ميتابوليزم اللي يولدها منه الميتابوليزم منو اللي يحرك الميتابوليزم الماكينه هاي الضخمه بانواعها معمل باشكال وارنق يولد هنا ورق هنا يولد اغلب هنا يولد اصباغ هنا يطبع هنا وكلها نفس الكهرباء اللي شغلها ويبرد ويشغل ويكبس ويسوي هذا العملية تصير كلها هي الميتابوليزم بالمعمل بالسهر أثناء هالعملية هذه الرياكشنز إحنا نعرف شنو الرياكشنز كيميكال رياكشنز بايو كيميكال رياكشنز الرياكشنز عموا الإلكترونات تعرفوها بالكيمياء الإلكترونات هاك الإلكترونات فالالكتروس انتقل ذاك عندنا اوكسيديشن وعندنا ريدكشن اختزال وعندنا اكسده فهي اكسده واختزال اثناء انتقال الالكترونات الشيء الصحيح والشيء النورمال and all the reactions will end من انا اذا اسوي فلان شغله معينه ودورت فلان هرمون او دورت فلان او دورت ابسوربشن الهرمونات يجب ان تكون paired اثنين اثنين حتى لا تبقى نيجاتيفيتي النيجاتيفيتي قاتله يعني بالضبط شلون راس الحربه تغطيها قبض حتى لا يجرح اوكي الالكترون المفرد ما مقبول بالبودي يسموه اوكسيداتيف ستريس نتيجه الاوكسيديشن بالعمليه مال الرياكشن الاوكسيديشن يتولد بعض الالكترونات اللي هي امبيرد ما لها واحد يقابلها حتى يوفر الافكت مالها هل امبيرد الكترونز الامبير اعتيادة تتولد بالنورمالي بالرياكشنز اوف ذا سيل نورمالي تتولد لكن الله سبحانه وتعالى خالق مقابل لها هي اللي هي انتي اوكسيدنتس خلقها الله سبحانه وتعالى انتي اوكسيدنتس من موجوده تجي كاي شيء طلع اثناء الميتابوليزم شنو سنجل الكترون يعني امبير الكترون يجي الانتي اوكسيدنت يحميه من الاذيه لانه كلش الستريس مالته عالي على السيل يدمرها يسوي سرطانات ويسوي هسه لحظه بعدين شنو هي الانتي اوكسيدنت؟ انتي اوكسيدنت كود بي فيتامينز فيتامين سي انتي اوكسيدنت فيتامين اي فيتامين ليش اضخ انا سويت ربنا حباب خلقنا وخلق كل هالشيء اسمه ولكن خلقنا اللي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي سواك سواك يعني خلاك سوي السوي هو المستقيم بالعدد الكامل خلقه السوي خلقك يعني أوجدك فسواك يعني مثلك على الديفرنشيشن وطاك طاقة يعني طاقة خشب وطاك معافك أعمى وطاك عقل معافك أعمى عمل بصر عمى وعمل الفكر عمى البصيرة لك يعمهون يعني لا يفكرون ولا يعقلون ولا بدأ فهذا هاي العملية كلها لها أنتي لود حتى لا توصل إلى درجة إنه هذا الحكي حكيناه أي ستريس أوكسيدنت ستريس ديو تو امبيرد إلكترونز سو دامج وين إذا ضربت الـ DNA اللي هو أول آن الطمغة الوراثية اللي تسوي لنا كل شيء هي المسؤولة عن تمشية التوتي بوتنشال سيل يعني شو تولد التوتي بوتنشال سيل وتجاهها من الخلايا الأخرى إلى أن تولد كل أورجز إذا ضرب الـ DNA يا ويلنا السرطانات بأنواعها والعاهات بأنواعها
ديفورميتيز من وراء عين ولا تصحح العيون ولا تخلي خشمه في وراء عين. هاي كلها من الغرض اربعه ستريس اللي الانفاد الكترون تضرب وين؟ الاوكسيدنت ستريس تضرب الدي ان اي لا تضرب الممبرين غير شكل تضرب البنكرياس غير شكل تضرب وهكذا. هذا من يدرسها؟ Signs of cell damage. Cell damage will cell injury. يدرسها pathology. هسا واضحة؟ حرب ويا بابا تي. طف. طبعا هسه طلعت بس والله لها علاقه اي صار لا مو انت يعني لها علاقه بالميتابوليزم بعد كان صار توكسيك غير الهايبوثايرويد اي ترجع للثايرويد جلاند لا حاره حاره بابا كلش حاره غلط مو التغير المفاجئ بالمناسبه عبوا تعذروني عن طبيب يعني لازم افهمكم الاميونيتي واحده من الاشياء اللي يضرها هو التغير المفاجئ بالحراره تعرضك يعني اذا واحد قاعد بمكان كلش حار ورأسا ينتقل إلى البارد هذا اللي هو رأسا يسوي فد سيفير and immediate change drop in the immunity الفيروسات الجو دارسات حالقنا رأسا يصير بي إنفلونزا يصير رأسا لذلك الحجيد دي أنا ما عليك تطلع يا عم لغات تلعب تجربة عم تجربة صحيح وكذلك أيضا مو شرط إلا الحمام وتطلع برا يعني هاي بالصيف وتطلع راس الكونديشن بالنا هاي مأساة هذه أو واحد راس الموطة ما كان راس وراها شاي أو شاي وراس طبعا يساعدك مناعي مثلا يعني فدي رباكم مو كل واحد بس اللي مناعته شوية ناس كن أوكي كل ناس مجعمرة شي سوى مناعته مرصرة صح هم جينا لذلك واحد يقول بسرعة واحد يقول بلحظة واحد كلها باثولوجي والله باثولوجي زين دكتور هذا هو الباثولوجي ليش احب هذا الباثولوجي كلش حلو نجي هسه عندنا جراح باثولوجي ناخذ اليوم سيلف دامج ما اعرف ايش كاتب والله ما اتذكر شو كاتب يعني شنو هو سيلف دامج سيلف دامج سي دي هذا كومباكت ديسك ها واحده من معالج سي دي انجري صفى خشمه قفوه تفهم Cell damage, CD, is a variety of stresses, يعني الضغط is a variety of stress, يعني الجمع على ال variety of stress that a cell suffers, يعني due to external or internal environmental change. External or internal. External, من physical factors, يعني واحد يتعرض ضربة شمس يكترك. على راسه نار تحرقه هاي مو اكسترنال بالاكسترنال تحطيه طابق على راسه تدمره تاخذ الواحد وجرحه وخليه ينزف هذا اكسترنال انترنال لا انه السيل يصير باوتو ميون ديزيز مثلا بالبكتيريات والبيت بتاع صار بعد تبرز السبيل ما حكينا هذا اكسترنال او انترنال ده تشوفوها واضحه الصوره جيد تشينجز بعدين شنو This can be physical factor physical كيميكال الفيزيكال يعني ترى طبيعي يعني العوامل الطبيعيه من هواها على شمسها على نارها على ميها مي موج ويغرق ها كما انه حسب الحياه هو وخل وجعلنا من الماء كل شيء يعني قصدي شنو المي فاذا الفيزيكال النار فيزيكال الكيميكال وانفكشن فيروس وهذه اشوف هاي طالع من الحمام هسه كبر شويه could be biological could be nutritional could be immunological factors cell damage can be reversible or irreversible بعض الاضرار اللي تصير بالسيل تغسل الفرشه ترجع بس اذا كانت الشده طويله لشده وسطانيه وقليله هل تتلف بعد ارفرس وهذا من تذبح اشو هذه بيمج حاره وتذبحين ها بيش تطلع شو تذبح هنقع هل تتذكرين؟ يا شو تذبح
إيه فكنت بير باسبل يعني يرجع إلى حالة سوية كنت بير باسبل مثل أخذ مثال بسيط كلش على الباسبل الباسبل عندما واحد صمت شوية صمت خفيفة ماي صمت ماي أو شو يمشي قال شيء بس ما أحد شو يطلع ثالث انتشار شو يب شقي شطخة يختلف عن نعم لكن تجيب لك شوف كبر محروقة فتيلة حتى لو الطخاش كنت عارف تشوية ستشينة شوية محمية شوية محمية طرف العاد ما تقربي حتى لو شوية بتتعفى لكن انت محمية ومحمرها مسوية مثل بعد الحداد يا يوم موجبة وتخلي هذا عاش الأكسنت وش قد تبقيها time of exposure to the injury. فإذا the extent of injury will cellular response أيضا may be at that time. هسه إحنا ال injury عرفنا. body الملكي. سالفة. أنتوا أخذتوكم بالفيزيولوجي موضوع اسمه. دكتور هي أربع ملازم. هي أربع ملازم. اثنين بالأولى واثنين بالثانية. مو فيزيولوجي صار. لا رابط لا. من درسكم جورجي؟ دكتور سعد. ها دكتور سعد. طاقم من هوميوستاسيس هوميو مو هيمو. هيموستاسيس يعني إيقاف النزف. هوميو هوميو يعني the same. هوميو the same. The sameness. يعني نفس الشيء. هوميوستاتيك. خلنا. هو التوازن لا. السيل النورمال سيل is in homeostatic state. متوازن. توازن. يعني توازن الدخول والخروج والعملية دقيقة جدا وأي يعني شنو توازنها يعني حرارتك 37 خلينا نقول 37 حرارتك 37 هذا خلى حرارتك ثابتة 37 هوميوستاتيك ستيت مان سيلز تشتغل انه توصلك الى والاي تي بي وراها والدي ان اي وراها وهو هذا الشيء حرارتك 37 اوكي هذا هوميوستاتيك من صعدت حرارتك شوية لاي سبب مثل هذا البلد الأسود أو الحمام التركي، صعدت الحرارة جسم رأسه شنو يعرق يبدي يعرق ليش حتى العرق يسبخها حتى يخضر يرجع حرارتك إلى سمعتها من سواء تعرق استاتيك فاكتورز إحنا ما ممكن نغير والسماء رفعها ووضع الميزان هذا الميزان العالي لا صح ما بالضبط حرارة بس قصدي إحنا عندنا حرارة غير حرارة طبيعية العالي يسموها سخونة والواطي يسموها إذا النورمال النورمال تمبرشر هي الهوميوستاتيك تمبرشر أوكي فهذا الهوميوستاتيك سيتويشن اللي نعيش فيها عشان لا 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 مو طبيعية إن شاء الله هذه سايكولوجيكال سايكولوجيكال إيوة أول يوم هذا أول يوم إيه إن شاء الله إن شاء الله على على طبعاً في عنصر سايكولوجيكال أقول سامع خبر مو زين شيء لازم أخلي حد سامع حاجة الله في عنصر سايكولوجيكال قحة مو طبيعية مو القحة اللي نعرفها مع المرض مو مال باثولوجي هاي مو بقى حمال واحد كذا مو مرض مرات يجون عيال سايكولوجيكال شاف يولا قحة سايكولوجيكال خاصة بالبنات وخاصة تبقى بالأسنان كل واحد حالتها بالبنات شو سميه هذي؟ هاجر هاجر؟ أنا أحكي يا الله ها هاجر هسه تحتي تدري ما تدري
وخر سايكولوجيكال ستريس. نجي نجي قلنا وين وصلنا؟ ها هاي فاذا السيلولار ريسبونس ماي بي ادابتيف. ادابتيف يعني متطوع يعني يجي ويا شيء يرتبها حق حد ادابتيف يعني يرتب اموره هوميوستاتيك يعني and where possible يعني maybe homeostatic and where possible homeostasis is شنو restored يرجع الحالة إلى حالة السوية homeostasis أو أن شنو cell death occurs يحدث when the severity of the injury exceeds the cell ability to repair يعني to adapt or to homeostatically change the situation abnormal situation itself cell death is relative to both to both the length of you know, is relative يعني معنى العلاقة أو relevant يعني متعلق ب to both the length of exposure to a harmful stimulus and you know, and the severity of the self damage caused self death may occur by necrosis هذه وفر هاي أول واحدة ال echo هاي echo ليش الزخ بي أو توسيس بي سايلنت حبابي ثاني بي سايلنت لأنه توسيس يعني هبوط توسيس مثل سايكولوجي سايكولوجي سودو مو بسودو ولا سيودو ما شاء الله تكتب يا بي اس اي يو لكن يا سو سو سودو سو طلبي سو شرب صباح يعني سودو يعني غير واقعي غير كاذب يعني كتبوا كاذب كاذب عفكر والله وديك ورد ابو كبش سودو خليك عارف داري في دار سودو فهذه البي الاولى ابو محمد بطلت شرفك قريب مني ابو يعني شنو سودو فشو يصير ابو شو يصير ابوتوسيس راح شو من اسالتك شوي ابوبتوسيس هو ابوبتوسيس هو مال البي ساعه مثل هذيك كناعي في عن سكينه اي وكني علني وتظل بس على الدكتور أي في أبوتوسيس أوكي؟ أوكي. لحد الآن سؤال. فإذا هسه هذا اللي وصلناها النتيجة الأخيرة من الأحمر هي معي. أنه normally the cell is completely regular, completely productive, completely safe, completely clever, completely smart, completely reactive. Completely dangerous and completely exposed to injury. Okay, فإذا خليها هذه. أذيتها is the disease and study how it just but the disease occurs in the pathology. The way the action and homeostasis we رجعها السيارة إلى طبيعة. فإذا قدر رجعها this is reversible injury. Well, this is the death. With death, أما ينتهي أما بالكروسيس. أو apoptosis okay هل تعرفنا هذا العنوان لحد الآن عنوان هذا هو هذا cell structure liposome هذه تقرأها مشكلة ما لحظة ما لحظة ما لحظة ما لحظة لا لا إيه لا لأني ما حجيت عن تقريبا general consideration of injury is a function of degree of injury is a function of time. Time optional. The injury,
فاتح يعني النار مو مثل الكهرباء، والكهرباء مو مثل المي، والمي مو مثل الشلغم، وهكذا تختلف تعتمد على الحجاره مو مثل السكينه، والسكينه مو مثل الطلقه، والطلقه تعتمد على التايب اوف ذا انجري، على التايب اوف ذا ساوند. الرياكشن مال الجلد مو مثل الرياكشن مال الشعر، والرياكشن مال الشعر مو مثل الرياكشن مال شواربك، وهكذا قصدي مال خلاياك الداخليه وهكذا. فاذا التايب اوف بوث ذا الانجري اند ذا ساوند انجري. The golden bar. Duration. Duration. المدة اللي تبقى فيها الفاكهة على سجلها هالشوية. إذا هالشوية بسيطة خفيفة هذا تايز وال يعني الإكسنت مالتها والسيفيريتي. والديوريشن قاعد تبقى في الحال يعني واحد حتى ثقيل وقاعد يقضي شاية. ساعة ساعتي راح يدبر يكسر ضلوعي مو النبتة بس واحد حمل وشايل على ظهرك تمشي فيه شوية من هذا يحمل ظهرك على شان جسمه وهكذا. فإذا الديوريشن تبقى تأثير الفاكتور على المكان اللي مأثر عليه بي سيلز المدة هي لها حكم كلش قوي. الديوريشن والسيفيريتي أوف ذا إنسلت طبعا الواحد مو مثل 10 وال 10 مو مثل 100 وال 100 مو مثل 1000 الوزن أو شدة حرارة أو و و و أو حدة حتى الحدة يعني سكينة الحادة أو سكينة الحميد. لا زين. فعلا كلش مهم نعرف هذا السؤال هذا طبعا في الباك ما امتحان هذا أسئلة من الـ MCQ هذا سؤال والله هذا كلش حلو تعجبني هذا السؤال. أوكي؟ سؤال هذا السؤال أنه الفانكشن الإنجري إز فانكشن أوف بوث تايب أوف بوث ذا سيلز والستيمولس وبنفس الوقت الديوريشن اللي صاير على السير من قبل شنو الستيمولس والفاكتور يعني الانجوريوس فاكتور شحوله وايضا السيفيريتي اوف الانسان. السير دامج ايضا عند البرنسبل ستراكشر اوف تارجتس شنو الاشياء اللي ممكن انه الفاكتور اللي هو ديزيز فاكتور هو اولا الممبرين دامج الممبرين ديزيز تايب 2 دايابيتس تايب 1 دايابيتس ميليتس عندنا 2 تايبس دايابيتس ميليتس هي ثلاثه او اربعه حقيقه بس المشهورات المعروفات تايب 1 دايابيتس ميليتس يسموه تي 1 دي تي يعني تايب 1 يعني واحد دايابيتس دي تي 1 دي تي 1 دي لا لا ما البنكرياس يولد الانسولين عن طريق الخلايا الهرمونيه اللي هي بالايرس اوف لانجر اللي بيتا سيلز البيتا سيلز هي اللي تولد الانسولين فالبيتا سيلز مع الاوتو اميون ديزيز هذا الديزيز اللي ضرب السيل مال البيتا سيل سوى اوتو اميونيتي ودمرها وحطمها عن طريق التاثير على الممبرين ايضا بنفس الوقت تايب 2 بالمغلوبين تايب 2 الانسولين موجود لكن الممبرين مال السيل اللي المفروض ريأكتف تو ذا انسولين ما تشتغل اذا تم ممبرين اوكي ممبرين فور ذا برودكشن اوف ذا انسولين membrane for the reaction of the insulin يعني activity of the insulin type 2 type 2 يسموه insulin resistance أهل type 2 اعتياد كبار أهل type 1 أطفال شاب 11-12 دولار type 1 باوع له تسوي له سيرم insulin ماكو لو صفر لو قليل كلش تاخذ عينه من البنكرياس مثلا إذا واحد يباوع اللانجر رايحة تلفان الايرس الايل يعني مصغر ايلاند جزيره تايب 2 لا مو اثنين طبعا اثنين عندهم هايبر جلايسيميا الجلوكوز كلش عالي ماكو انسولين يشتغل تايب 2 الهايبر جلايسيميا موجوده لكن الانسولين عندهم عالي كلش هايبر انسولينيميا يعني بالاولاد عندهم انسولين كلش عالي شو الفائده ما يشتغل مو هو ما يشتغل الريسبتر ما يشتغل السيل سيل ميمبرين دامج تو الريمن للريسبتر اللي يشغله منه الانسولين ليش حطها وهي فاكتورز فاكتورز مهمه اللي ممكن تعطل السيل ممبرين فانكشن او الانسولين الاوبيسيتي السمنه المفرطه الفيري اوفر ويت لذلك اللي يضعفون نفسهم مرات يروح عندهم السكر الاوبيس مو اوبيز الاس الاوبيسيتي الاوبيسيتي اللي هي السمنه هاي وحده السموكينج هاف سموكينج والنرجلايزيشن
يقعد ساعتين ثلاثة نرقل هيدش وينرقل على معنى ما دخل دخل وايح سلع يدق بهالنرق هذا دمار دمار والله عظيم دمار سير من برين دمج نرقل هيدش والله احنا ما بنبقبق الحمد لله باي كل دكتور اسمه ما نعلم الاعلام هاي دخلي يلا قدروا يعني هي شكل المحاضره بنبقبق اول مكان يولد لنا الدزيز قلنا الدزيز يولد سياج السيل ميمبرين بكل الريسبتورز وبكل الفاكتورز اللي ممكن تحمي السالفة إذا صار داخل وخارج أوكي فهذا أول شيء مكان الستركتشر اللي تارجت صار يعني تارجت ستركتشر هو شنو سيل ميمبرين وين لازم ميمبرين نعم هذا برا ثاني واحد الأورجانيلز كلها فيها ميمبرين يعني الأندوثيليوم والشغلات جوا الأندوبلازما كلها كثيرة مهمين ضروري لأن البروتين برودكشن يروح يقل والرف اندوبلازميك ريتيكولم مسؤول عن تبريد الدي ان اي والار ان اي والبروتينات اللي تولد لك الدي ان اي والار ان اي وايضا ان الدي ان اي نفسه دخل الفاكتور الى الداخل يضرب الدي ان اي النيوكليوس اوكي يعني نيوكليك ميمبرين يضرب الدي ان اي يضرب وايضا البروتينز نفسها تضرب يعني كل الهيموغلوباثيز انواع السيكل سيل انيميا وانواع الانيميا ايه و كل ما شيء سوى ستراكشر البروتين او كود بي انزيم كل الانزيم فيها بروتين بالمناسبه معلومه كلش مهمه شنو كل انزيم بروتين بس مو كل انزيم لا بس لا عبارة راح تحكي لك شعر اقول لك كان سجلت اسمك والله اكو شاي كل شيء بابات انت بوري هذا شاي لا تنسوها كل شيء بوظيفه سبيسيفيك يعني خاص بشيء الانزيم سبيسيفيك الهرمون سبيسيفيك الانزيم بس على السكر ما يشتغل على الجسم الانزيم باي رياكشن ان انزيم معين ما يشتغل على الجسم هل سبيسيفيسيتي ما يحققها الا البروتين بارت الستركتشر اوف ذا اذا تقول لي ذا سبيسيفيك اقول لك 100% بي بروتين ليش ليش بابا شوف النقطة ليش أنه كل شيء سبيسيفيك بالبدي لازم بالعنصر الرئيسي بروتين ليش لأن البروتين يتكون من أمينو أسيد أمينو أسيد أمينو أسيد يعني الأنسولين يتكون من 42 الأنسولين يتكون من 42 أمينو أسيد ومسطرات أولا العدد إذا صار 43 مو أنسولين راحت السبيسيفيسيتي مالته إذا مرتبات حسب النوعية الأرجينين ويا الكذا واللايسين كذا ترتيب خاص إذا تغير واحد عن واحد الكيرب مالته يعني البونت اللي تخلي اللوب مالته اللوب الطية مالته شو الطية سبيسيفيك إذا تغيرت الطية صارت غير شكل مو أنسولين هذا لذلك بي تو بونتس تو دبل سلفايد بونت هاي ما يحققها اي ستراكشر بالبادي غير البروتين فكل شيء سبيسيفيك الانزيم والاندوكراين و كلها عباره عن شنو لذلك البروتين مهم جدا من الباب لان يخربط لنا سبيسيفيسيتي ويخربط لنا ايضا الرياكشن ويخربط لنا الواي فانكشن عشان ندري ايش عندنا باثولوجي هي ساعتين ساعتين دكتور خذ حيفك من يمه دكتور ساعتين ونص همين خذ حيفك لا تعبتوا منو تعب خلي يبقى العدو المتعب يطلع من برا طيب اسمع وعيب عليكم والله المفروض تستحي ومشي ليدك حاشي متعب يعني ما تونسي ما تعلمت ثقافه الدكتور بس يلا خاطر ظروفكم وش اسمه الوضعيه اللي احنا فيه منعنا سؤال باباتي الفلاش يجيب لي حدا تكتب محاضرة وتقرأها باباتي حتى تصير مناسبة للامتحان. أوكي يلا باي باي. باي باي.